أبناء وبناتي الدارسين للجراحة العامة، This is Dr. Baki, Professor of General Surgery in a series of surgery made easy. هنستكمل مع بعض موضوع الأسوفيكس من خلال الـ MCQs. المرة اللي فاتت وقفنا عند السلايد ده. Best palliation in carcinoma of the esophagus. اتفقنا أن الـ best palliation is endoprothesis. هو المشكلة الأساسية بتاعت العيان اللي عنده incurable أو irresectable أو advanced carcinoma of the esophagus إنه مش قادر يبلع. لو قدرت تعمل حاجة تخليه يبلع والحاجة دي ما تكونش يعني شغلانة كبيرة أو فيها جراحة أو very invasive، تبقى ريحته. الحاجة دي إن أنت تحط له self-expanding metallic stent في الأسوفيجس، يقدر إيه عن طريقه ان هو ياكل. اوكي. طب نشوف بقيه الاختيارات. سيرجيكال باي باس اختيار مش موفق. ليه؟ لانه طبعا اي سيرجري بتحمل موربيديتي ومورتاليتي، وده راجل كبير في السن وعنده كوموربيد ديزيز وعنده ادفانسد كارسينوما، فما فيش داعي تزود المتاعب بتاعته. فيدنج جاستروستومي نفس الكلام، مش هتفيده لانه هو اوريدي الاسوفاجس مقفول ومش قادر يبلع السلايفة بتاعته، والسلايفة هتعمل له اسبيريشن نومونيا. فيدنج جيجينوستومي برضو نفس الكلام، از سيرجيكال بروسيدور وليه مورميديتي ومورتاليتي. فأقل حاجة ممكن تعملها وفي نفس الوقت ما هياش ذات انفيسيف، ان انت تحط له سيلف اكسباندينج ستنت في الاسوفاجس عن طريقه ممكن ياكل. Characteristic feature of lymph node involvement in endoscopic ultrasonography in carcinoma are all accepted. اتفقنا ان الاندوسكوبيك ultrasonography more sensitive ومore specific than CT، ان هو يقول لك ايه اخبار اللمف نودز في الكارسينوما of the esophagus، هل هي involved ولا not involved. فلما بتعمل endoscopic ultrasonography ايه الحاجات اللي هتقول لك ان اللمف نود is involved by carcinoma؟ round contour yes، sharper border yes، size more than 1 centimeter yes. هنا بقى بتبقى hypogenic، ما هياش hyper echogenic، بتبقى hypo echogenic، بتبقى hypo echogenic. يبقى الاكسبشن هنا ان هي بتبقى hypo echogenic وبيبقى في loss of hilum of the lymph node. Name of surgery in esophagus. هو هيجيب لك رسمة ويقول لك ايه الرسمة، اسم العملية دي ايه. فده واحد عنده carcinoma of the esophagus وهنا معمول له سوراكوتومي و midline incision laparotomy. فايه عمليات الكارسينوما of the esophagus اللي هو esophagectomy، اللي هي بيبقى فيها سوراكوتومي و midline incision؟ طبعا ايفور لويس operation او ايفور لويس اوبريشن، دي بيبقى فيها لابراتومي تسلك المعدة عشان تستخدمها في الانستوموزيس بعد ما تشيل الاسوفاجس، وثوراكوتومي، ودي بتبقى مفيدة في الكارسينوما اوف ذا ميد اسوفاجس. فبيبقى فيها ثوراكوتومي وبيبقى فيها ميد لاين لابراتومي. اوكي. وبعد ما بتعمل اكسيجن للأسوفاجس بالمعدة بتبقى زي التيوب بتوصلها بالأبر أسوفاجس. طيب الترانسهيتال أسوفاجكتومي ما فيهاش ثوراكوتومي. الميزة بتاع الترانسهيتال أسوفاجكتومي ان انت بتفتح البطن وبتفتح الرقبة، ودي مناسبة لللور ثيرد كارسينوما ما فيهاش ثوراكوتومي. الماك اوين بروسيدور فيها ثلاث فتحات، بتفتح البطن وبتفتح الصدر وبتفتح الرقبة. الماك اوين فيها ثلاث فتحات، تفتح البطن والصدر والرقبة. الترانسهيتال زي الايفور لويس، فتحتين بس، بس الترانسهيتال فتحة في الرقبة وفتحة في الابدومين. الايفور لويس فتحة سوراكوتومي وفتحة في الابدومين. اوكي. فهنا الرسمة دي في سوراكوتومي وفي ميد لاين انسيجن، تبقى دي ايفور لويس اوبريشن for carcinoma of the esophagus. Which is the best
substitute for esophagus، يعني لو شلت الاسوفاجس لأي سبب من الأسباب زي كارسينوما أو severe stricture after potash ingestion after caustic burn of the esophagus، هتحط إيه مكان الاسوفاجس to reconstitute the GIT؟ The best stomach. الستومك very rich blood supply، ممكن تعمل لها mobilization، وممكن mobilization ده يخليها تعتمد بس على right gastric or right gastroepiploic artery، even right gastroepiploic artery ممكن يبقى enough كمان، وممكن ساعتها تعمل لها pull up في البسيوم mediastinum وتوصلها بالأسوفاجس في الرقبة. اوكي، فده البيست سبستيتيوت فور أسوفاجس. في بدائل تاني بط يعني ما هياش البيست، اللي هي الجيجنوم والكولون. اوكي، انما البيست از ستومك. All of the following statements about zinker diverticulum are true except zinker diverticulum اللي هي pharyngeal diverticulum is acquired diverticulum. True. Lateral X-ray on barium swallow are often diagnostic. True. It is a false diverticulum، يعني بيتكون من ميكوزا وسبميكوزا only. True. Outpouching of the anterior pharyngeal wall just above the cricopharyngeus muscle، this is untrue. هو ده الاكسبشن، لأن في واقع الأمر الفارينجيال diverticulum أو zinker diverticulum الاوتباوشنج بيحصل في البوستيريور وول اوف ذا فارينكس مش في الانتيريور وول، يبقى ده الاكسبشن. هيلثي 45 year old woman is seen with 6 month history of worsening heartburn regurgitation and dysphagia. دي منظرها واحده بتعاني من gastroesophageal reflux disease. Over the counter antacids have resulted in mild improvement. كان بتروح الصيدلية وتشتري بروتون بامب انهبيتور كان بتتحسن شوية. Which of the following is least likely to contribute to her symptoms? Presence of hiatus hernia can contribute، لأن وجود الهياتس هرنيا السلايدنج هياتس هرنيا بيخلي الجاستروسوفيجال جانكشن موجوده في التشيست، وبالتالي بيبقى فيه ريفلكس. سيجاريت سموكينج اند الكحول كونسامشن بيزود الريفلكس ديزيز، كان كونتريبيوت تو هير كونديشن. اوبيزيتي كان كونتريبيوت تو ريفلكس اوسوفيجايتس. ابنورمال بريستالسيس كان كونتريبيوت تو ريفلكس اوسوفيجايتس. دي الهاي بروتين دايت will not contribute to her symptoms، لأن الهاي بروتين دايت بيرفع الضغط في اللور اوسوفيجيال سفنكتر وبيمنع الريجرجيتيشن أو الارتجاع بتاع العصارة المعدية للأسوفيجس. يبقى least likely to contribute to her symptoms is high protein diet. Which of the following is not true of hiatal hernia and hernia repair? The hernial sac is usually excised. Yes, true. The use of mesh associated with lower recurrence rate than primary chloroplasty. True. يعني كنا زمان علشان نعالج الهياتس هرنيا كنا نضيق الأسوفيجيال هياتس إن إحنا نخيط ال right crust of the diaphragm في بعضه كده نقفله. لما لقوا إن هما بيزودوا مش كمان فوق منها فده بيقلل recurrence rate بتاع الهرنيا. Patient may initially be found to have iron deficiency anemia. Yes، لأن حالات الهياتس هرنيا ممكن تبقى معها minimal bleeding. The gastroesophageal junction is above the diaphragm in type 2 hiatus hernia. Wrong. This is untrue. ليه؟ لأن في type 2 hiatus hernia اللي هي para أسوفيجيال هياتس هرنيا الجاستو أسوفيجيال جانكشن بتبقى بلو ذا دافراج مش أباف ذا دافراج، يبقى ده الإجابة الصحيحة. An anti-reflux procedure is usually added to the hernia repair after extensive hiatal dissection. ده true،
لأن بعد ما بتصلح السلايدنج هياتس هيرنيا أو الباراسوفيجيال هياتس هيرنيا بيبقى في extensive dissection في المنطقة دي علشان to bring a part of the esophagus intra-abdominal. فممكن ده predispose post-operative to reflux disease. ففي الحالة دي آخر خطوة في العملية بتاعتك إن أنت بتعمل fundoplication, بتعمل anti-reflux procedure علشان تتفادى المشكلة دي. يبقى في الهياتس هيرنيا ريبير الشيء اللي هو not true اللي هو دي, لأن في دي في الطيب 2 هياتس هيرنيا اللي هي paraesophageal هياتس هيرنيا الجاستروesophageal junction بتبقى blue not above the diaphragm. 35-year-old woman has complaining of dysphagia, regurgitation and weight loss. Esophagography shows narrowing of the distal end of the esophagus, دي منظرها إيكاليجيا. And manometry studies show significant tertiary wave forms. The lower esophageal sphincter has a residual pressure on swelling. يعني lower esophageal sphincter مش عايز يعمل complete relaxation on swelling, وده الكاركترستيك of إيكاليجيا. Which of the following has not been implicated as a possible cause of her disease? يبقى لازم تكون من القصة استنتجت الهير ديزيز اللي هو أكاليجيا, وبعدين بيقول لك في حاجة من دول اللي هو هيقولهم ملهاش علاقة بالأكاليجيا. هيلكوباكتر بايلوري انفكشن ملهاش علاقة بالأكاليجيا. يبقى إيه which of the following has not been implicated as a possible cause, يبقى إيه الباقي كله هتلاقي ليه علاقة. زي إيه بقى؟ Severe emotional stress ممكن تؤدي إلى أكاليجيا. Parasitic infection ممكن اللي هو بروتوزوان اسمه تريبنزوما كروزي في البرازيل أو في ساوث أمريكا بيعمل degeneration للأوربخ جانجليون في الأسوفاجس وبيعمل أكاليجيا. بيعمل failure of relaxation of the lower esophageal sphincter during swallowing. Drastic weight reduction ممكن يعمل أكاليجيا. Degeneration of Auerbach plexus ممكن يعمل أكاليجيا. يبقى كل دول relevant أو implicated in أكاليجيا ما عدا A. Helicobacter pylori is irrelevant. Okay. A patient arrives at the emergency department 8 hours after balloon dilatation. خد بالك من 8 hours دي. Okay. After balloon dilatation of her esophagus with complaints of dysphagia and pain. يعني بعد ما عملت balloon dilatation رجعت الاستقبال والطوارئ بتاع بعد 8 ساعات بتشتكي من وجع وصعوبة في البلع. عندها حرارة في برايل, عندها تاكيكارديا ونورموتنسف. عملوا لها اسوفاجوغرافي, عملوا لها باريوم ميل, لقوا ايه؟ لقوا بيرتس بيك ابيرانس بتاعت الاكاليجي. ما هي كانت رايحة بتعمل توسيع بالون دايلاتيشن للأكاليجيا, ولقوا ليك at the distal end of the esophagus البرفوريشن اللي هو جه ياتروجينيك بعد التوسيع with contrast material in the left side of the chest. يعني في ليك للكونتراست ماتيريال من البرفوريتد اسوفاجس. After fluid resuscitation and antibiotics, which of the following is the most appropriate management? يعني هو بيكلمك على المانجمنت اوف اسوفيجيال بيرفوريشن. يبقى لازم تكون عارف البرينسيبلز, لازم تكون عارف البرينسيبلز, لان المانجمنت بيختلف على حسب العيان عنده باثولوجي في الاسوفاجس ولا لا. يعني دي عيانه عندها باثولوجي, عندها ايه اكاليجيا. في عيان تاني ممكن يبقى عنده كارسينوما او ستريكشر سد الاسوفاجس. نمره 2 المانجمنت بيختلف على حسب كم ساعة فاتوا من البرفوريشن. دي 8 ساعات فبتعتبر ايه early, واخبالك انما بعد 24 hour بتعتبر late والاسوفاجس بيبقى فرايبر ومتعرفش تاخد فيه غرز. نمرة 2 الحالة العامة للعيان, هل العيان سيبتك ولا نوت سيبتك. فدي عندها حرارة وعندها تاكيكارديا فتعتبر داخلة في ايه في سيبسس. فواحدة بالمنظر ده جات لك الاستقبال هتعمل لها ايه؟
واخد بالك، يقول لك هنا ايه، هحط لها نيزو جاستريك تيوب واعمل ديكومبريشن واوبزرفيشن. ده طبعا ايه يؤدي الى فيلير، لان طبعا الست هتفضل جوينج اون سيبسيس، اوكي، والنيزو جاستريك تيوب مش هتعالج الاكاليج، لان طول ما في اوبستراكشن ديستال للبرفوريشن، البرفوريشن عمره ما هيقفل، لان دايما الضغط هيبقى عالي فوق الاوبستراكشن، والبرفوريشن عمره ما هيقفل سبونتينيوسلي. اندسكوبيك ايفالويشن اوف ذا انجري اند ستنتنج برضه باد اوبشن، لان الستنتنج برضه مش حل للاكاليجيا اللي هي اوبستراكشن تحت البرفوريشن، هيفضل البرفوريشن مفتوح ومش هيقفل. ليفت ثوراكوتومي برايمري ريبير مايوتومي اند درين بليسمنت، هو ده جود اوبشن. ليه؟ ده لازم تعملها emergency surgery، دي جايالك بدري 8 ساعات فقط، فبتعمل ليفت ثراكوتومي، بتعمل برايمري ريبير للبرفوريشن ان 2 لايرز، وما تنساش تعمل مايوتومي كارديومايوتومي هيلر اوبريشن علشان تريح او تريليف او تلغي الاكاليجيا اللي هي عامله ديستال اوبستراكشن. لو ما عملتش مايوتومي وسبت الديستال اوبستراكشن بتاع الاكاليجيا، الغرز بتاعتك هنا هتفرقع، يحصل لها بريك داون، فلازم تعمل مايوتومي وتحط درين طبعا. اوكي، الاوبشن ده يبقى ده البيست اوبشن سي، لابروتومي برايمري ريبير اند جاستروستومي تيوب بليسمنت، ده طبعا محلش مشكله الايه الاكاليجيا. اوكي، لابروتومي اوسوفاجوكتومي اند سيرفايكال اوسوفاجو جاستروستومي، الاوبشن ده ينفع لو هي جت واخري مش 8 ساعات، لو جت مثلا بعد يومين بسيبير سيبسس وفرايبيليتي ومش هتقدر تاخد غرز في الاسوفاجس، هتشيل الاسوفاجس وتعمل سيرفايكال اسوفاجو جاستروستومي. انما هي جايه لك بدري، يبقى ده البيست اوبشن، ان انت تعمل ريبير وتشيل الباثولوجي اللي كان موجود اصلا اللي هو الاكاليجيا، تعمل لها هيلر اوبريشن وتعمل درينج. اوكي، طبعا مع الانتيبيوتيك مع الاي في اف. Which of the following is a true diverticulum consisting of all layers of the esophageal wall؟ لازم تبقى عارف ان true diverticulum بيبقى consisting of all layers، false diverticulum بيبقى consisting of mucosa و submucosa only. اوكي، مين في دول بقى true diverticulum؟ زنكر مش true، لان زنكر او pharyngeal diverticulum mucosa و submucosa. إبفرينيك برضو مش ترو، هو ميكوزا وسب ميكوزا، ويعتبر بالشان داي فيرتيكلو، وده برضو يعتبر بالشان داي فيرتيكلو. فرينجو أوسوفيجيال is a بالشان داي فيرتيكلوم. ميكلز طبعا مش موجود في الأسوفجس، ميكلز ده موجود في السمول انتست، يبقى في كل دول اللي بيعتبر ترو اللي هو بارا برونكيال، بارا برونكيال اللي هو دايفرتيكولم في الميد اوسوفاجس، كان زمان موجود في الميد اوسوفاجس ايام ما كان السل منتشر، التي بي ليمف نود في المنطقه دي كانت بتشد على الوول، بتعمل تراكشن دايفرتيكولم، تشد على الوول اوف ذا اوسوفاجس كله وتطلعه لبره كده، تعمل ترو دايفرتيكولم، ده ايام انتشار التي بي. فالليمف نودس اللي في المنطقة اللي حوالين الأسوفجس كان بيحصل فيها انفكشن وتليفات، وتعمل تراكشن على الوول اوف ذا أسوفجس، اسمه تراكشن دايفيتيكولوم، بيتكون من الوول بتاع الدايفيتيكولوم بيتكون من the whole wall of the أسوفجس، فده الوحيد اللي بيعتبر true دايفيتيكولوم of the أسوفجس. إنما الذنكر والإبفرينيك والفرنجو أسوفيجيال كل دول false دايفيتيكولي. 40-year-old woman complaining of chest pain and dysphagia. Manometric studies show simultaneous multiple peaked contractions of 140 mm mercury. يعني لما أسولها الضغط جوه الأسوفجس بالمانومتر، لقوا الحتة دي البريشر عالي جدا، والحتة دي بريشر عالي جدا، والحتة دي بريشر عالي جدا، 140 mm mercury. يعني الاسوفاجس في مناطق مالتيبل اريا داخل في سبازم، هو ده اللي عمل لها السيفير بين، وهو ده اللي عمل لها ديسفيجيا طبعا. اوكي، ولقوا ان اللور اسوفيجيال سفنكتر مدي نورمال ريلاكسيشن، يعني اللور اسوفيجيال سفنكتر هنا
نورمال، إنما بقية الأسوفجس بالمنظر ده في الأشعة. دي لما عملوا لها بيريم سوالو فبينت الكورك سكرو أسوفجس اللي انتوا شايفينه ده، يشبه الكورك سكرو اللي بيفتحوا بيها غطى الفلين بتاع أزايز الشامبانيا، أوكي؟ بالمنظر ده كده، فسموه كورك سكرو أسوفجس. فبيقولك بقى، فلما تقرا السيناريو ده لازم تفكر في ايه؟ في كورك سكرو أسوفجس، لان بالظبط هو بيدي مالتيبل ارياز اوف هاي بريشر زونز، انما اللور اسوفيجيال سفنكتر سليم وبيعمل ريلاكسيشن ابون سوالونج. اوكي طيب، دي الحاجه الترو. يبقى الباقي ان ترو. ات كان بي كوزد باي انفكشن ويز تريبانزوما كروزي. طبعا هو كده بيكلمك على الاكاليجيا، والحاله دي مش اكاليجيا. It is a result of fibrous replacement of esophageal smooth muscle. ما بيحصلش في الكوركسكرو اسوفجس، بيبقى سبازم هنا وسبازم هنا وسبازم هنا، ما فيش fibrous replacement. It is also known as vigorous achalasia. برضو غلط، untrue، لأن vigorous achalasia بيبقى achalasia يعني lower esophageal sphincter البريشر فيه عالي و lack of relaxation upon swallowing. الأكاليزيا العادية اللي هي very common بيبقى فيها apristalsis في الوال بتاع الأسوفجس. في نوع من الأكاليزيا اسمه vigorous أكاليزيا، بيبقى فيه high tone في الأسوفجس وبيعمل pain. أوكي؟ إنما الأكاليزيا المعتادة المنتشرة بيبقى فيه apristalsis في الوال of the esophagus، عشان كده بيوسع جامد جدا، وبيبقى فيه lack of relaxation، من اسمها أكاليزيا lack of relaxation of the lower end esophagus. في نوع ضئيل منها قليل اسمه vigorous أكاليزيا، بيبقى نفس الباثولوجي ده موجود، بس الأسوفجس كله فيه spasm والتوتر فيها عالي. بوجي دايلاتيشن از ذا فيرست لاين تريتمنت. هنا خطا، لان في واقع الامر السبازم المتعدد ده الفيرست لاين بتاعه دراج فارماكوثيرابي في صوره نايتريتس وفي صوره كالسيوم شانل بلوكرز، لان طبعا مش هتعرف تعمل بوجيناج دايلاتيشن لدي ودي ودي ودي. لو فشل الفيرست لاين تريتمنت اللي هو دراج ثيرابي وليس دايلاتيشن، هتضطر تعمل لونج أسوفاجو مايوتومي، تشق المسل لاير بتاعت الأسوفجس بالطول من أول الأورتيك أرش لغاية تحت. أوكي؟ يبقى دي حالة إيه؟ كورك سكرو أسوفجس. الإجابة إيه؟ والباقي كله irrelevant للديزيز. 65 سنة old man progressive dysphagia halitosis and regurgitation of undigested food. ده بيكلمك على pharyngeal diverticulum. Esophagography shows a diverticulum at the level of the cricothyroid cartilage. Which of the following is not true of the disease? يعني بيقولك what is not true of Zinker diverticulum. It is a false diverticulum. This is true. It is more common seen on the left side of the esophagus. Yes, true. It is the most common esophageal diverticulum. True. It is attraction diverticulum. False. لأنه فقع الأمر هو bulging diverticulum. ارتفع الضغط جوه اليومن بسبب lack of relaxation of cricopharyngeus muscle. فحصل diverticulum فوق مستوى العضلة دي. يبقى diverticulum ده اللي هو بيوصفه هنا is pulsion diverticulum وليس traction diverticulum. It occurs in the Killian triangle أو Killian dehiscence. صح، دي المنطقة الضعيفة في البوستيرور أسبكت بتاع الفرنجو أسوفيجيال جانكشن، اسمها Killian's triangle أو Killian's dehiscence. يبقى كل دول true in relation to pharyngeal diverticulum except دي not true، لأنه فوق على الأرم pulsion وليس traction diverticulum. 65-year-old man with 10-year history of heartburn undergoes endoscopy. عنده بقاله 10 سنين عنده gastroesophageal reflux disease. Undergoes endoscopy with distal esophageal biopsy which showed intestinal columnar metaplasia. بقى complicated by Barrett esophagus. Which of the following is true of this condition? مين في دول ترو ويمشي مع بارت والباقي طبعا هيبقى انترو؟
The metaplastic cells are more prone to reflux injury than the squamous epithelium. دي untrue لأن في واقع الأمر المتابلاستيك كولامنار سيلز resist acidic injury في الرفلاكس أكتر من الاسكويمس إبثيليا وإلا ما كانش حصل متابليزيا. أوكي؟ The condition is found in 50% of patients with GERD. في واقع الأمر نسبة حدوث برد أسوفاجس في الجيرد 10% بس وليست 50%. يبقى ده untrue وده untrue. H. pylori is associated with this condition. Untrue. H. pylori ملهاش علاقة بالجيرد والبرد أسوفاجس. More than 70% of cases are found in men in their 5th and 6th decades. This is true. هو ده الترو بالنسبة للبرد أسوفاجس. برد أسوفاجس عيانين البرد أسوفاجس 70% منهم بيبقوا من in their 5th and 6th decades. This is the true sentence. The condition is associated with a 5-fold increase in risk of adenocarcinoma. Barrett esophagus, في واقع الأمر, is associated with 40-fold increase in the risk of adenocarcinoma. العيانين اللي عندهم Barrett esophagus معرضين لأدنوكارسينوما 40 ضعف general population وليس 5. يبقى في كل دول في البارت أسوفجس العبارة الريليفنت أو السليمة أو الترو إن more than 70% of cases are found in men in their 5th and 6th decades. An otherwise healthy 40-year-old man seeks treatment in the emergency department because of hematemesis after a night of binge drinking and reaching. قعد طول الليل يشرب خمرة ويتقايق ويحصل له ريتشنج وبعدين جاله هيماتيمسيس. Which of the following is true of this condition؟ يبقى لازم من القصة تبقى عارف ان الكونديشن دي مالوري وايس ديزيز او مالوري وايس سندروم. مين بقى في دول ترو وماشي مع مالوري وايس؟ It is caused by a pulse and diverticulum. Untrue. Endoscopy should not be performed because of the increased risk of perforation. Untrue. لأن في واقع الأمر endoscopy should be performed في المالوري وايس عشان تشخص وتعالج. يعني بيبقى diagnostic وtherapeutic. The bleeding is more from an arterial source. Yes, true. في المالوري وايس سندروم البليدنج بيبقى من arterial source. عشان كده ما بينفعش مع سنجستيكن تيوب as a tamponade لأن السنجستيكن بتنجح مع bleeding from venous source بيبقى البريشر أقل وبتقفله وبتعمله tamponade إنما مع arterial source ما بتنجحش. أوكي يبقى دي الحاجة الترو والباقي طبعا هيبقى أنترو. Surgical resection is often required. ده طبعا أنترو. علاج المالوري وايس ما فيهوش surgical resection. H. pylori infection is a non-risk factor. أنترو. يبقى الحاجة الوحيدة اللي ماشية مع المالوري وايس اللي هي C. Bleeding is from an arterial source. 60-year-old man has gout and episodic dysphagia. An upper GI contrast enhanced study shows type 1 hiatus hernia, اللي هي sliding hiatus hernia, and thin band-like narrowing of the distal end of the esophagus, اللي انتو شايفينه ده. Which of the following is true of this condition? The condition دي اسمها شاتيسكي رينج. في بعض حالات الجاسو اسوفجيال ريفلاكس ديزيز بيحصل نوع من الفايبروزيس في الميكوزا والسبميكوزا وبتعمل رينج بالمنظر ده بتبقى احد اسباب الديسفيجيا. اوكي فيبقى لازم تكون عارف معلومات عن شاتيسكي رينج. هنا بيقول لك بقى which is true. Oral dilatation is a treatment of choice. Yes. البيست فور شاتيسكي رينج اللي هي مصاحبة للجيرد oral dilatation. It is a result of hypertrophy of the circummuscle layer. No. الباثولوجي بتاعه ملوش دعوة بالمسل layer. هو الباثولوجي في الميكوزا والسبميكوزا. Endoscopic mucosa resection is recommended. No. لأن هو بعد الريسكشن ممكن يحصل more fibrosis و more restriction.
there is squamous mucosa above and the blue is non-alarming. No, لأن الشتسكي رينج دي بتحدث عند الأسوفاجو جاستريك جانكشن. فبتبقى الميكوزا اللي فوق منها ستراتيفايد سكويمس والميكوزا اللي تحت منها بتبقى كولامنر. إنما هنا بيقول لك سكويمس فوق وتحت. هي بيبقى سكويمس فوق كولامنر تحت. Surgical resection is indicated. No, لأن surgical resection هيتخلف عنه fibrosis and more narrowing. يبقى الترو في الشتسكي رينج oral dilatation is the treatment of choice. With regard to squamous cell carcinoma of the esophagus, which of the following is not true? It affects mainly African American men. True. Worldwide is the most common type of esophageal cancer. True. Worldwide, the most common type of esophageal cancer is stratified squamous cell carcinoma. إنما في أمريكا والغرب بيبقى the most common type adenocarcinoma. The male to female ratio is approximately 15:1. This is untrue. Not true. هي دي الإجابة. لأنه في واقع الأمر the male to female ratio في squamous cell carcinoma 3:1. وليس 15:1. More commoner in males بنسبة 3:1. Alcohol and tobacco in combination are strong risk factors. True. بيؤدي إلى squamous cell carcinoma of the esophagus. Food additives such as nitrosamines have been implicated in squamous cell carcinoma of the esophagus. That's true. المخللات والمحفوظات بيؤدي إلى squamous cell carcinoma. يبقى الحاجة الوحيدة بالنسبة للسكويمس سيل كارسينوما أوف ذا إسوفاجس اللي هي نوت ترو اللي هي سي، لأن نسبة الميل تو فيميل 3:1 وليس 15:1. 75-year-old white man with a history of alcohol abuse, 40 packs tobacco use, long standing girl controlled by antacid, evaluated for dysphagia and weight loss. ده واحد راجل عنده 75 سنة بقاله سنين بيعاني من جيرد وعنده ما شاء الله predisposing factor for cancer esophagus alcohol and tobacco. مؤخرا بقى جاله dysphagia weight loss فراح للدكتور. الدكتور عمل esophagography شاف ايه بقى؟ apple core lesion at the distal end of the esophagus. شاف cancer وده التطور الطبيعي للجيرد مع الكحول مع التوباكو. اوكي، لان الجرد بيعمل بارت اسوفاجس والبارت اسوفاجس بري كانسرس. Which of the following is true regarding further work up؟ انت دلوقتي جالك الراجل سنين بجرد، مؤخرا جاله ديسفيجيا ويت لوس، عملت له اسوفاجوجرافي شوفت فيلينج ديفكت، هتعمل له ايه تاني؟ Endoscopic biopsy should be avoided because of the risk of perforation. ده طبعا untrue، لان في واقع الامر لازم تعمل له منظار وتاخد بيوبسي. Computer tomography is excellent for tumor staging. Positron. Tumor staging يعني T stage. طبعا السي تي انترو في الموقع ده، الحاجة اللي بتبين لك عمق depth of invasion بتاع T بتاع الورم ده endoscopic ultrasonography وليس CT. Endoscopic ultrasonography is more specific, more sensitive than CT ان هو يعرفك التيومر staging. Positron emission tomography excellent tool for staging and can be used as a single diagnostic modality. Untrue. لأن البت بيشخص بالdistant metastasis، وبعدين النشاط بتاع البت في الأسوفجس بيبقى موجود في التيومر وموجود في الليمف نود، والاتنين بيبقى overlapping على بعض، ما بتعرفش مين ده تيومر ومين ده الليمف نود. فالبت لوحده ما ينفعش as a single diagnostic modality. MRI is a poor imaging modality for liver metastasis. العكس صحيح، في واقع الـ MRI is a good imaging modality لتشخيص الليفر ميتس. EUS endoscopic ultrasonography is more sensitive than CT for evaluating the celiac lymph nodes. هي دي الإجابة. زي ما قلنا الـ EUS more sensitive, more specific than CT for evaluating celiac lymph node for tumor invasion. هي دي الإجابة.
The patient undergoes transhiatal esophagectomy. Which of the following is true of the procedure? يبقى لازم يكون عندك معلومات عن transhiatal esophagectomy. بيقول لك بيبقى فيه 3 incision I required. ده خطأ طبعا لأن في واقع الأمر transhiatal 2 incision بس. واحد midline في الأبدومن وواحد في الرقبة. بتسلك الأسوفاجس من تحت وبتسلك الأسوفاجس من فوق blindly وبتشيل الأسوفاجس وبتحط بداله stomach as a conduit. يبقى طبعا دي untrue لأن transhiatal ما فيهاش سوراكوتومي وده الميزة بتاعتها لأن طالما ما فيش سوراكوتومي يبقى ما فيش وجع من جرح السوراكوتومي يبقى العيان ممكن يكح بعد العملية بدون ألم يبقى صدره كويس ومش هيتجمع فيه بلغم يبقى الموربيديتي والمورتاليتي بتاع transhiatal esophagectomy أفضل من مقارنتها بأيفور لويس وماكاون. A gastric conduit is preferred and the blood supply is based on the right gastrobubloic artery. This is true. This is the true answer of this question. A gastric conduit is preferred and the blood supply is based on the right gastrobubloic artery. الباقي طبعا هتلاقيه untrue. احنا اتفقنا ان دي untrue عشان هي ما فيهاش ثوراكوتومي. More lymph nodes can be harvested than with in-block esophagus. خطأ لأن طبعا transhiatal مش هتمكنك أو أن أنت تشيل lymph node كلها. Substinal root of the replacement conduit is preferred. خطأ لأن الكوندويت لما بيقعد في البسيوم مديستينم بيبقى مسافة أقل والفانكشنال أحسن. طبعا ممكن تحط كوندويت في substinal بس مع المقارنة ب ستومك موجودة في البسيوم مديستينم ستومك as a conduit موجودة في البسيوم مديستينم الفانكشنال كويسة والمسافة أقل. Cervical anastomotic leak في transhiatal esophagectomy are lower than thoracic leak but carry the same morbidity. طبعا هو هنا عايزك تقارن ما بين انت دلوقتي وصلت المعدة بالأسوفاجس في الرقبة ممكن في عمليات تاني توصل المعدة بالأسوفاجس في الصدر. هو بقى هنا بيقولك لو حصل ليك الأخطر إن يحصل الليك التوصيلة بتاعت الصدر ولا التوصيلة بتاعت الرقبة. طبعا الأخطر بتاعت الصدر لأن بتاعت الصدر هتعمل مديستاينيتس وسيبير سيبسز والعيان يموت. إنما لو حصل ليك في الأسوفاجو جاستروستومي في الرقبة سهل جدا إن انت تعمل له درينج ومش هيموت العيان. يبقى إذن الليك في الرقبة less morbid than الليك في الصدر تبقى دي untrue لأن هو بيقول لك الاثنين ليهم same morbidity. في واقع الأمر لا الليك في الرقبة أرحم من الليك في الصدر. Which of the following is not true of palliative therapy for dysphagia associated with advanced esophageal cancer؟ جالك عيان عنده advanced esophageal cancer وطبعا بيعاني من dysphagia فانت you have to palliate him تخفف عنه. مين في دول بقى في أدوات التخفيف true ومين untrue؟ Photodynamic therapy can provide relief. ده حقيقي. الفوتودينامك therapy عبارة عن ايه؟ بتدي مادة بتستقبلها الخلايا السرطانية وبتخليها حساسة لنوع معين من الضوء. لما تدي تعرض الورم لهذا الضوء الخلايا السرطانية تموت والخلايا السليمة تفضل زي ما هي. ده اسمه photodynamic therapy. فده كان باليت. اوكي. Dilatation and stent placement carry a 10% risk for perforation. لو انت عملت باليشن بدايلاتيشن وحطيت stent في احتمالية 10% perforation. ده حقيقي. احنا بندور على ايه اللي هو not true. Chemotherapy provides excellent relief with minimal morbidity. ما كانش حد غلب. هي دي بقى الانترو. لأن في واقع الأمر chemotherapy في advanced carcinoma of the esophagus ما بيديش true أو effective palliation ويخلي العيان يبلع. ما بيعالجش الدسفاجيا. الاكسترنال بيم radiation therapy is a good option for high risk patient. Yes, true. Endoscopic laser ablation للتيومر provides immediate relief of dysphagia ويقدر العيان ياكل with low morbidity and mortality. True برضو. يبقى كل
كل دول كان palliate the patient of advanced esophageal cancer except ده. كيموثيرابي ما هوش excellent relief. Okay. Following are true for esophageal lymphatic except extensive lymphatic plexus in the submucosa. ده حقيقي عشان كده carcinoma of the esophagus بسهولة بتنتشر فوق وتحت bidirectional. They are classified as periesophageal, paraesophageal, and lateral esophageal lymph nodes. ده حقيقي. Presence of celiac nodes indicates inoperability. لما celiac nodes و cervical lymph nodes بيكبروا في carcinoma of the esophagus بيبقوا involved, دي علامة إن هي في distant metastasis وعلامة على ال inoperability. Okay, longitudinal lymphatics of the esophagus are 6 times less than transverse. Here, focal arm are 6 times more, مش less. يبقى ده الexception. يبقى D is the proper answer. Longitudinal lymphatics are much more than transverse lymphatics في الesophagus. Clinical feature of reflux disease of esophagus include the following except. Reflux disease, ارتجاع العصارة المعدية في الأسوفجس ممكن تعمل heart burn, yes, true. ممكن تعمل gastric pain, yes, true. ممكن تعمل regurgitation, yes, true. ما بتعملش vomiting, يبقى الexception vomiting, okay. إنما العيان will interpret regurgitation as vomiting. إنما لما تاخد منه history كويس هتعرف إن هو is regurgitating ما هوش vomiting. The most effective drugs for reflux disease are على طول عينك بتروح على proton pump inhibitors. Most effective curative treatment for carcinoma of the esophagus وتحت curative حط ثلاث خطوط. The most curative is going to be esophagectomy. Okay. Following are features of Barrett's esophagus except Barrett's esophagus بيبقى بياخد التعريف ده لو في 3 سنتي or more of columnar epithelium floor in the esophagus. Yes. ممكن يبقى فيها cardiac metaplasia. ممكن يبقى فيها cardia of the stomach يبقى فيها metaplasia. البارت esophagus ممكن يجيله development of squamous cell carcinoma. No. This is the exception. لأن الكارسينوما اللي بتيجي on top of barret esophagus is adenocarcinoma. Presence of mucus secreting goblet cells ممكن تبقى موجودة في البارت أسوفاجس يس لأن الميتابليجيا في البارت أسوفاجس ممكن الاستراتيفات سكويمس يحل محلها جاستريك إبثيليام أو انتستينال إبثيليام. لو حل محلها انتستينال إبثيليام هيبقى فيها جوبلت سيلز وهذا النوع من الميتابليجيا مور برون فور أدنوكارسنوما أكتر من أما يكون الريبليسمنت باي جاستريك تايب أوف إبثيليام. يعني لو في الميتابليجيا اللي بتحصل في البارت اسوفجس ممكن يبقى at the lower end of esophagus الاستراتيفاد سكويمس تبقى replaced by columnar epithelium. columnar epithelium دي ممكن تنتمي الى المعدة او تنتمي الى الانتستين. بنعرف منين؟ لو فيها goblet cells يبقى بتنتمي للانتستين. مين فيهم اكثر خطورة للعيان؟ اللي فيها goblet cells اللي هي الانتستينال ميتابليزي. ليه؟ هي more prone to develop adenocarcinoma. يبقى في كل دول اللي هم لوش علاقة بالبارت أسوفجس قصة ايه سكويمس سيل كارسينوما لان فوق الامر هو بيدي أدنو كارسينوما. Which of the following condition predisposed to valveless of the stomach؟ هل السلايدنج هيرنيا ولا الباراسوفجيال ولا جاستوجينوستومي ولا وايد هياتس؟ في كل دول اللي ممكن يؤدي الى valveless بي باراسوفجيال هيرنيا ممكن جزء كبير من المعدة يطلع في الصدر جنب الأسوفجس والمعدة تلف حوالين نفسها حوالين اللونجتيودنال أكسس بتاعها ويحصل فيها فولفلس وينقطع عنها البلاد سبلاي. ده ما بيحصلش في السلايدنج هيرنيا. وفوق الأمر جاستوجينوستومي بتحمي من الفولفلس لأن أنت كده شبكت المعدة مع أورجان تاني فالمعدة مش هتعرف تلف. والوايد هيتس ما تعملش جاستريك فولفلس. اللي ممكن يبقى يعمل جاستريك فولفلس البارا أسوفجيال هياتس هيرنيا. following are true of transhepatic esophagectomy except thoracotomy is a must.
الترانسيهيتال اسوفجكت ده الاكسبشن، لان احنا قلنا في الترانسيهيتال اسوفجكت ما فيش ثوراكوتومي، ودي الميزه بتاعتها ما فيش ثوراكوتومي. Anastomosis is in the neck، ده حقيقي ما بين الاستومك والاسوفجس. Ideal for lower esophageal cancer، ده حقيقي. Upper esophagus mobilization is blind، في العملية دي لما بتتم عن طريق two incision، abdominal incision و cervical incision. في cervical incision بتسلك الاسوفجس من فوق بسباك blind dissection. اوكي، يبقى كل دول relevant لترانسيهيتال اسوفجكتوم except A، لان ما فيهوش ثوراكوتومي. بكده يبقى جينا لنهاية هذا الفيديو الطويل. Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt, Professor of General Surgery in a series of surgery made easy. Now it's time to like, share and subscribe.